أهلا مشاهدي الكرام، مشاهدي أنفاس بريس، ضمن حلقة جديدة من برنامج ضيف وقضية. خلال هذا الأسبوع المنصرم خاض عدد من العدول ضمن الهيئة اللي كتمثلهم إضراب لمدة أسبوع بدون عمل، بدون عقود، بدون أي شيء لم ينجز في ذل مهنة العدول. لهذا الصدد وأيضا مواضيع أخرى سوف نناقشها مع سي حسن الرغاوي اللي هو عضو المجلس الجهوي لعدول استئنافية الدار البيضاء. سيدي حسن أهلا وسهلا، مرحبا بك. مرحبا أستاذ منير على الصحب والراحة، وأنا كنشرف أنني ندوز معكم في هذا المنبر وهذا الجريدة ديال أنفاس الدائعة الصيت. نتمنى نكونوا متوفقين ان شاء الله تعالى. ان شاء الله، هذا ما يراد من هذا البرنامج ديال ضيف وقضيه، هو انه نسلط الضوء على هذه القضيه اللي خدينا هذا الاسبوع اللي هي العدول. خلال هذا الاسبوع سيدي حسن، وانكم خضتم واحد اضراب اسبوع يعني كتوقفت فيه جميع الحركه ديال العدول، من توثيق جميع الانواع ديال العقود الزواج ولا الطلاق ولا الاراثه ولا ايضا غيرها من الامور. يعني في نظركم علاش خضتوا هذا الاضراب هذا لمده اسبوع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. اولا كما هو معلوم ان لا نلتجئ الى الحل الذي يضر بالجميع، ولا نراه انه يضر بالاخر او يحدث وقف او لا يحدث ايقاف العمليه التوثيقيه، هو الاضراب. لان كما هو معلوم ان الهيئه الوطنيه للعدول لم تلتجئ الى هذه الوسيله والدخول في تنفيذ اضرابات أولها أول خطوة مدة أسبوع تمتد من الاثنين إلى الاثنين كحركة احتجاجية للتنبيه. كما قلنا بأن الإضراب هو آخر وسيلة كتلتجئ إلى الهيئة الوطنية للتنبيه وللحث المسؤولين والذين يراقبون الشأن المهني لحتم على تراجع على ما اتخذوه من قرارات. طيب يعني شنو المطالب ديالكم انتم؟ نعم انا جيت المطالب، انا خصني نهضر على الاضراب. علاش خدينا الاضراب؟ ماشي عاجين واخدينه، فهمتي المشكل؟ نعم تفضل. اذا كما قلنا بان راه ماشي الهيئه عاجت وخدات خطوه تصعيديه في اتجاه تنفيذ الاضراب الا بعد استنفاذ جميع الطرق الحبيه، لان كما هو معلوم ان الهيئه الوطنيه صارت في اتجاه تحاور مع الوزارة الوصية لإخراج قانون يليق بالسادة العدول وكذلك يكون في خدمة السادة المواطنين، لأن كما هو معلوم أن مهنة العدول أن لا تشمل لا تبغي إصلاح أو الصالح للسادة العدول فقط، وإنما في إذا الصالح العام في إنتاج قانون يليق في تقديم خدمة في أحسن وجه. كما قلنا الإضراب اتخذ قرار مكتب التنفيذي للإضراب كخطوة أولية في إطار نيل المطالب التي نحن، لأن كما معلوم أن الهيئة الوطنية جلست المسؤولين ديال الوزارة في إطار الحوار البناء لإيجاد مشروع قانون، وأن كانت هناك محاضر موقعة بين المسؤولين ديال الهيئة والمسؤولين ديال الوزارة الوصية. فإذا بنا نتفاجأ بتصريح لوزير العدل في غرفة البرلمان غرفة المستشارين يقول بأن هناك نقطة محورية تم أو يريدون التراجع عنها، ألا وهو متعلقة بالإيداع. من حق الإيداع؟ حق الإيداع. إذا قلنا للسيد الوزير كما صرح داخل قبة البرلمان وهو تصريح ممكن يكون أن يكون رسميا، لأن أي تصريح يكون داخل غرفة دستورية يعني الرسمية، ونكون نتعلم بأن عرفنا بأن راه كما أشار السيد الوزير بأن أنه أراد أو أن جهات ما لم يسميها بالاسم أراد لم تقبل منح السادة العدول هذا الحق ديال الإيداع. وحق الإيداع وصندوق الإيداع وليس حق لأحد أو لطرف على آخر، بقدر ما هي آلية لضمان أمن تعاقدي للسادة المرتفقين أو المواطنين. نعم، شنو المقصود بالإيداع؟ يعني هذا الاختصاص اللي أنتم كطلبوا. الإيداع هو ما يسمى بصندوق الإيداع والتدبير، لأن الإيداع أن المواطن حينما يريد أن يجري معاملة عقارية يريد أن يطمئن على أمواله خصوصا من جهة البائع أو المشتري، عفوا المشتري حينما يريد أن يجري عمل عقارية يريد أن يطمئن على أمواله، وكذلك المشتري يريد أن يطمئن على أن حقوقه لن تضيع في إطار تقييد، لأن العملية مضمونة، حقوق مضمونة بين الطرفين للبائع والمشتري. إذا البائع يريد أن تصل أمواله بدون مشاكل والمشتري يريد أن
يلج الشقة أو العقار الذي اقتناه بدون مشاكل. إذن هذه وسيلة كما قلنا للضمان. هذا هنا هو الدور ديالنا، أننا نريد أن كما صرح يصرح البعض بأننا نريد أن نقبض الأموال أو نستحوذ الأموال، هذا خطأ بقدر ما أننا نضمن التعامل المالي ما بين بيع والمشتري. ولكن انتم كعدول واش عندكم القدره الذاتيه على هذا التحمل المسؤوليه في مساله الايداع، خصوصا الايداع خلق مشكل لا سواء عند المحامين ولا عند المنتقين؟ انتم كعدول عندكم ضمانات على انكم فعلا تحافظوا على الاموال ديال المنتقين؟ ضمانات الاشتغال بهذه الاليه هذه، لان نتوفروا على الطاقات ونتوفروا على عديد من الذين وفدوا على المهنه، أنه لهم من الطاقات والمؤهلات ما يجعلهم ينجحون في هذا العمل كما نجحنا واستطعنا أن ننجح في العملية ديال التسجيل الإلكتروني والتقييد في داخل المحافظة. إذا العملية هي عملية تقنية، نحن مؤهلون للخوض فيها ولما لا يعطونا حق أننا نمارسوا هذا الحق هذا ويعطونا الآلية ومن نعيش من الآلية. طيب أنتم ملي كتكلموا سيدي حسن على الإيداع، البعض كيقول بأن هذا الأمر أكبر منهم وكيحاول أنه يحشركم فقط في كل ما له علاقة بالزواج والطلاق والإراثة، يعني كل ما له علاقة بالجانب الشرعي، رغم أنه إحنا ما كننقصوش من الجانب، ولكن تبقى عندكم غير الاختصاصات القليلة. هذه معضلة يشارك فيها عديد من المتدخلين، لأنهم يريدون أن يحشرون مهنة أو مهنة العدالة في مجال ضيق يتعلق بالمجال الأسري ألا وهو الزواج والطلاق. بينما المجال ديال السادة العدول هو مجال واسع ويشمل جميع الاختصاصات، يعني نوثق المعاملات العقارية بعد اختلافها، نوثق العملية التجارية، ونوثق العملية حتى عقود الشركات. إذا مجالنا مجال واسع وله اختصاص كبير يشمل جميع التصرفات العقارية بالإضافة إلى ما هو حصري فيما يخص المجال الأسري ما هو الزواج والطلاق واللفيف. نعم، ولكن البعض يقول ايضا بانه بالنسبه للعدول هذا اكبر منه بكثير، يعني انتم اشنو خليتم مثلا لنوطير ان هذا اختصاصهم الاصيل هو التوثيق العصري لكل ما له علاقه بالمعاملات العقاريه؟ لا انا شرحت لك دابا قلت لك راه ماشي دابا اختصاص اصيل او حكر او حق مكتسب. القانون اللي عطينا راه القانون اللي عطي الساده العدول يوثقون جميع التصرفات العقاريه وجميع المعاملات العقاريه وجميع الاصول التجاريه. هذا حق، لان الى رجعتي للتعريفه ديال الساده العدول المنتشره في المواقع غتلقى بان الاجور المستخلصه على المعاملات اللي كنقوموا بها البيع الشراء الاصول التجاريه الشركات العقود الزواج اللفيف، يعني هذا مساله حقنا. ولكن على حنا ماشي حنا لا نطالب ما كنطالبوش بان يتعطانا الحق، وراه كاين منصوص عليه قانونا ومن حقنا توثيق جميع المعاملات. ولكن علاش الموثقين كيهاجموكم وكيعتبروكم بانكم كنتساحلوا واحد الصفه اللي ما يجيش ديالكم؟ لا اعتقد ان الموثقين يهاجمون بقدر ما انهم هما كيحاولوا يسوقوا الصوره بان الطرف الاخر اللي هما حنا العدول مجال اختصاصنا ضيق في الزواج والطلاق. وللاسف كما كيتهموكم بانتحال الصفه سيدي حسن. لا هي انتحال الصفه ماشي انتحال الصفه، هما كانوا خاطئين بصراحه حينما التجاوا الى خدمات القضاء حينما اقاموا دعوه، لان المجلس الوطني للموثقين اقام دعوه بعدول مكناس وحصلوا على حكم ابتدائي بانهم شمعوا في الطرح هذا وتبنى الاستئناف، لكن المحكمه الاداريه في الاستئناف في 2022 صدت لهذا الحكم هذا وابطلته على ما اعتقد. كاين ايضا مساله ديال من غير المساله ديال الايداع، كاين ايضا التسميه. البعض كيقول او الموثقين كيقول بانه انتم كعدول كتنتحلوا الصفه من خلال عدول عدل الموثق. نحن لا ننتحل الصفه، لان كلا المهنتين تمارس في مجال واحد وطبيعه واحده الا وهو التوثيق. اذا نحن لا ننتحل الصفه حينما نضيف او نحاول ان نروج على اننا عدول موثق، لان التوثيق من المهام ديالنا، والتسميه هذه هي تسميه اصيله وتسميه لها تاريخ وجود، لان الساده العدول قبل مجيء الموثقين اللي تحدثهم مع الدخول الفرنسي في الظاهر ديال 25 يتحدث عن الموثق الفرنساوي. نعم. وكما معلوم ان هذاك الظاهر كان يحدد طبيعه الاشخاص الذين ينتمون الى مهنه الموثق الفرنساوي، يعني يكون ذو جنسيه فرنسيه. يعني راه الظاهر ديال الموثقين او مهنه الموثقين لم تؤثر بقانون الا سنه 2009 في قانون 32/09
عاد ولات هيئه ديال الموثقين، عاد سمح للمغاربه بالولوج ديالها هذاك شغلهم وذاك مالهم، حنا لا علاقه بالموثقين بقدر ما اننا حتى واحد ما عنده الحق ينزع لنا الصفه ديال التوثيق، حتى واحد ما عنده الحق ينزع لنا الصفه لاننا عدول الموثقين. علاش نتكلموا على التوثيق؟ لانه فعلا كاين هذا الامر هذا او كاين هذا الاشكال مطرح، هو ما يسمى بالامن العقاري. الامن العقاري فعلا كاين مشاكل، كاين تراجع العقار، كاين تزوير العقار، كاين عدد ديال الضحايا، كاين جمعيات اللي كتنافس، ولكن ما كتشوفوش انتم ايضا كمعنيين بهذا الامر هذا ديال الامن العقاري في البلاد؟ وكيسمى الامن التعاقدي او الامن التعاقدي. وحنا علاش طلبنا بالايداع؟ لان الايداع هي اليه من الاليات ديال اللي داخله في تحقيق الامن التعاقدي، لان الكل يعلم ان هناك وقعت مشاكل، لأن ظهرت شبكات، ظهرت عصابات متخصصة ولها وسائل متطورة. إذا خصنا حنا نرتقوا المهنة ديالنا باش نكونوا حنا في المستوى ديال الحدث، أننا نواجهوا ونتصدوا لهذ الدائرة هذه اللي حاليا بدون إيداع، بدون من حسد العود والحق الإيداع، وبدون تمكين من الرقمنة، غادي نبقاو في إطار بأن الوسائل ديال هذو كما قلنا الوسائل اللي كتوفر عليها العصابات والشبكات ديال السلع على قارة الغير، يعني وسائل متطورة وكبيرة، والدولة الحمد لله سائرة في اتجاه أنها تنهي على هاد الطريقة هذه وتنهي على الدائرة ديال السلع على قارة الغير. إذا حنا كنطالبوا باش نكونوا من حق، هذا من حقنا، لأن حنا ننشد، لأن الهيئة العدول الوطني العدول السادة العدول ينشدون في الأخير الأمن التعاقدي وإنتاج عقود سليمة وإنتاج عقود ضمن حقوق المرتفقين. هذا هو الدور ديالنا، وهذا كله مجال ينصبوا في إطار التوثيق. ولكن علاش الناس هذا حسن الناس ما كت بالدرجه ما كتزعمش على العدل انه يوثق لها واحد المعامله عقاريه؟ اغلبيه تاع مثلا المنشات والمجمعات السكنيه كاين نوتير، ما كاينش عدل كما قلت. واش هذا جهل من الناس ولا عدم ثقه، ولا انتم ما قدرتوش انكم تصرفوا هذا؟ انا لا اعتقد، انا كما قلت سابقا ان القانون اعطانا حق توثيق جميع انواع التصرفات العقاريه على المختلف انواعها. نعم. بدون استثناء، ولم يستثنى الا العقود التي يبطلها الشرع، لان يعني المسائل الشرعيه لا نتدخل فيها، هذه مسائل اخرى. واي عقد لا يخالف النظام العام بطبيعه الحال هذاك يؤثر النظام العام ما يمكنش، لان اي عقد يخالف النظام العام فهو باطل ولا يجوز. لكن واش انتم عندكم يعني مثلا على صعيد التنظيم الذاتي كاين عدول فعلا في المستوى على انهم يقدروا يواكبوا هذا التطور؟ نعم ديال المعلومات. قلت بان المهنه خصوصا على ان البعض عنده واحد الفكره على العدول، على كبار السن وجالس في واحد الحانوت ما عنده علاقه. يا راه شوف، اي مهنه لها ما لها وعليها ما عليها، لان المهنه الحمد لله تعززت بشباب. نعم. تعززت بطاقات ومؤهلات يحملون الدكتوراه ويحملون الماستر ويحملون القانون، يعني ولهم مؤهلات تقنيه والتعامل الرقمي بسلاسه بدون مشاكل. اذا لكل من يروج بان الساده العدول يشتغلون او داخل الجلباب او دكاكين، هذا خطا، لان المسائل التعامل الرقمي لا يحتاج الى شقه فخمه او شقه فاخره لانجاز هذه العمليه، بقدر ما تعامل الجوده او تعامل الحسن مع الرقمنة. والقانون فوق الجميع طبعا، ملي كتكون شي اخلال سواء من العدل او من الموثق راه فوق الجميع، لان تتبقى ماذا يبقى؟ تبقى الصلاحيه الذي يقدم خدمات اجود. نعم. يعني نحن هنا كما قلت نحن مشتركين في طبيعه العمليه التوثيقيه، اذا تبقى الصلاحيه او المواطن هو من يختار الجهه التي يريد ان يجري العمليه التوثيقيه عند من يريد. طيب احنا لا مشكل لدينا، وما عندناش كما قلت ما عندناش مشكل مع السادة الموثقين، نحترمهم ويحترمونا ونتعاملهم في إطار القانون في إطار المهني، إجراءات يستشيرون معنا ونستشيروا معهم بدون مشاكل، ما عندناش مشاكل مع السادة الموثقين. طيب سيدي حسن الرغاوي، أنت عضو المجلس الجهوي العدول الاستئنافية الضابطة، كنت معنا، شكرا جزيلا لك على هذه الإيضاحات. مرحبا، شكرا جزيلا لك. مشاهدي الكرام، شكرا وإلى اللقاء.